ما تكلمني عن زيادة جديدة، حل الأول المشاكل القديمة. دوت لو انا بحمل، لو حضرتك قصدي ده غير سقه التيار الكهربي، وبرضو الناس، في ناس ما بتدفعش، في ناس معذوره، وفي ناس فعلا بتحس انه لا ده مش استهلاكي، فوالله ما انا دافع. لو تقصدي احنا ممكن نترجم الكلام ده كله فيما يسمى بالفقد التجاري. يعني ان انا بيطلع طاقه كهربيه قد كده بسعرها قد كده وما بتتباعش بقد كده، ما بتتباعش بالثمن ده. ده لا يحمل خالص على التعريف. الوزارة هي المكلفة بأن هي تجمع الحاجات دي كلها. يعني حتى لو في تراكمات زي حضرتك بتقولي أن في ناس ما بتدفعش أو سرقات، برضو نفس الحكاية، لا ده لا يحمل على التعريفة نهائيا. الفقد الموجود هو على فكرة الفقد دوت ده شيء يعني معترف فيه، مش شيء يعني احنا عندنا في مصر حاجة زيادة يعني. احنا الفقد الموجود بس بيكلفكم، فممكن بتحملوه على ناس تانية. ده لا 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 لا، ما فيش يعني جوه التعريف اللي حضرتك تقصدي جوه الشرائح اللي موجوده ده مش موجود بطريقه بحيث ان هو احنا نحمل المواطن السرقات اللي بتحصل او الحاجات اللي هي الفنية. هو بالبلدي كده يا دكتور ايمن، واكيد حضرتك بيجي لك ناس كثيره بتتكلم معاك في القصه دي، يقول لك العداد يعني بيلف، انا ما عنديش ومغير ولمبات موفره وكل حاجه، والمحصل والكشاف ما بيشوفش حاجه، وفي نفس الوقت انا مش عارف فاتورتي دي جايه كده ازاي. وغير انه برضو في بعض الاماكن المناطق بعينها بيبقى فيه قراءات، ويقول لك قراءه متوسط، انا بعمل لك متوسط وبشوف لك الشهر اللي قبله واللي احنا فيه واللي قبل قبله وبعمل لك القرايه دي. ممكن انا كنت زودت في استهلاكي الشهر اللي فات وتعلمت من غلطي لما اتلسعت في الفاتوره فظبطت الحكايه الشهر اللي بعده. الكلام ده لا يؤخذ بعين الاعتبار وانا خلاص تبت يعني، وتجيلي برضو الفاتوره على استهلاكي القديم، ان والله البيت ده بيستهلك انا خلاص عارف قرايته عاليه، فبيحط الكلام ده كله ده تقدير جزافي ويدخلني على طول على شريحه عاليه برغم ان انا خلاص يعني بدات ارشد. لا، ما احنا اتفقنا ان هو الفيصل هو القرايه بتاعت العداد. يعني لو حد جه قرا، لا يعني حضرتك بتقول لو قرايه جزافيه معنى كده ان لا تناسب الموجود في العداد. يعني هو كاتب قرايه الموجوده في الفاتوره اكتر من الموجوده في العداد، مش صح كده؟ في الحاله ديت يبقى انا معنى كده ان القرايه الموجوده دي مش استهلاكي وما ادفعش واشتكي ويتم الحساب عليها. بالاضافه لكده لو انا لو شهرين ثلاثه فرضا ان هو ما جاش، حاجه يا دكتور فضل. يقول لك العداد القديم كانت قرايته يعني بيمشي على مهله. والله العداد الجديد ده فيه حاجه، يقول لك انتوا مظبطينها ازاي؟ يعني مدينا العدادات دي فيها 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 ان فالقرايه بتيجي زي الموجوده في الفاتوره بس مش استهلاكي. لا بص حضرتك، هو يعني برضو نرجع الفيصل مش الكلام على قد ما القرايه. القرايه عايزين ان يبقى في عند الناس ثقافه. ان انا عايز اقول لحضرتك مثال. اتفضل. معالي الوزير نفسه يوميا بيروح مصور العداد، بيصوره بتاعه اللي هو عنده عداد العادي. يصوره قديم ولا جديد؟ لا قديم، يصوره وبعد كده اهوت يجي بعد كده اهوت تاني يوم يصوره. ليه؟ علشان يقدر يضبط استهلاكه هو، بحيث ان هو يبقى فيه نوع من التفاهم في اهل البيت ان ان الاستهلاك ده فلوس. الوزير بيدفع فاتوره قد ايه؟ ده بيدفع كتير. يعني هو بدا يقلل الاستهلاك بتاعه علشان يبقى في حدود يعني ما اعرفش هو كام بالظبط، بس يعني قللها. اكيد ده اكيد ذات الكهرباء كلها عارفه فاتوره الوزير. لا والله، لا والله ابدا والله يا فندم. هي طب على حضرتك حاجه، هي برضو نرجع للاليه بتاعه العدادات مسبوقه الدفع. الاليه ديت بتطلع الانسان او المواطن بره خالص الشكوى بين من الكشاف والفاتوره ما جات ولا ما جاتش والحاجات دي كلها. بيبقى كل واحد شايف الاستهلاك بتاعه وراح في اي شريحه كمان. في احسب فاتورتك كمان؟ في بقى استهلاك، في تطبيق اسمه احسب فاتورتك. احسب فاتورتك ده بحيث ان هو الواحد يقدر ان هو يقدر يحدد بالظبط هل القيمه في الفاتوره صحيحه ولا لا. وده مهم جدا جدا.